يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا في بلد ليس فيه علماء، فهل يجوز لي أن أطلب العلم على رجل لا يحضر الصلاة مع الجماعة ومسبل لإزاره؟ ما يصلح هذا، لأنك تقتدي به، فإذا تعلمت عليه تأخذ من أخلاقه ومن ديانته. ارحل إلى أهل العلم ولله، يعني الأمر سهل، الرحيل الآن والوسائل السفر سهلة، ارحل إلى أهل العلم في بلادهم.